سلام بونجور، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس. مرحبا بكم في قناة بريتينيز بالعربي، معكم مروة. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد لابوز على هاد الضفير هذا، اللي هي اون فرانش، غير ماشي فرانش بالبيض والغوز اللي هي كلاسيك تقليدية اللي كنعرفو، وانما في بلاصة يكون لو غوز بيان سور، مي في بلاصة البيض في الحاشية هنا غادي نستعمل هاد الجليتر اللي هو غوز، وغادي نخلطو مع دو جيل. باردون ما كانش المسدودة مزيان، ما تضيعوش لان ما بقاش عندي بزاف من هاد لو غوز اللي زوين. غادي نخليه هنايا باش نستعملو، نحاول نسد هذا. الو غادي نخلطو بدو جيل اللي هو ترونسبارون، يعني شفاف، وهذاك لو جيل اللي غادي يعطيني هو اللي غادي نستعملو في بلاصه الابيض تحت من لو غوز. الو غادي تشوف معايا المراحل. كالعاده دائما كنبداو بلو ديزانفيكتون، كنديزانفيكتي الوداتي كنعقبهم فوالا، وكناخد الغوبوس كيتيكول كندفع الجل ديالي، يعني هادي واحد المده ما دفعت الجل ديالي وما صوبش الضفيرات ديالي. كاين شويه ديال لا بريباراسيون غادي تكون ضروري بهاد الطريقه، ومن بعد كنبريباريو لا سيرفاس ديال الضفر كنوجدوها. دونك عندي اون فيديو اللي هي سبيسيال بريباراسيون، يعني خصيصا مخصصة هذيك لا فيديو التحضير ديال الضفر قبل من لو جيل ولا قبل من لو سومي بيرمانون. الا بغيتو تشوفوها هكا اون ديتاي كليكيو او ضغطوا على لو ليان اللي غادي تلقاو فوق الشاشه. الوغ دابا غادي نجي ناخذ انا لا بونسوز وهاد لامبو امري، ممكن نتوما تستعملوا اون ليم كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو اللي قلت لكم عليها. الوغ غادي نجيب لا بونسوز ديالي وغادي نجي نبريباري نطير. فوالا الو غادي نجيب هاد لا بتيت بروس اللي كنا شفناها في الفيديو ديال الاول، نحيدو بها الغبره ونستعمل لا بروس ديال المانيكور وناخذ معاها الكلينر باش نقي مزيان الضفير حتى من الجناب. ممكن تستعملوا قطن وكلينر، ماشي ضروري تستعملوا هاد لا بروس. فوالا المرحلة الموالية، وأننا غادي نحطو البرايمر. دونك هنايا اليوم هاد لا فيديو كاملة غادي نستعمل فيها لي برودوي ديال ايون نيلز، غادي نستعمل البرايمر ولا باز ولو جيل وكلشي ديال لا مارك. فوالا نورمالمون كنحطو اون سول كوش ديال البرايمر، يعني طبقة وحدة، ولكن هاد لامارك هادي كتفضل ان تستعملوا جوج لي كوش. بعد ما تحطوا العشرة الضفار كاملين كترجعوا وكتعاودوا لا دوزيام كوش. فوالا دابا جا وقت لاباز، غادي نستعمل فين هي لاباز. فوالا لوغ لاباز ديال هاد لامارك، سي اون باز ديال لو جيل ماشي ديال لو فيرنيش مي بيرمانون. غادي ناخد لا بروس ديالهم، ناخد اون بيتيت كونتيتي ديال لا باز نحطها على الضفير. فوالا تنشف هاد لاباز 30 ثانية في لومب ليد، و كانت عندكم لومب ايفين شفاجو ديال دقايق و نرجعو نتلاقاو. لوغ من بعد ما نشفات لاباز غادي نجي ناخد لو شابلون لي غنطول بيه الضفر، ندير بيه ليكستونسيون هدا،
ونركبوا الطيار ديالي. فوالا، نحاول كما كنقول لكم ما تكونش الفجوه هنا ما بين الضفر ما بين لو شابلون. وغادي نجي ندير ليكستونسيون، يعني غادي نطول الضفر وغنطولو بواحد الجل اللي هو كلير ترونسبارون. تنجيب البانسو وغادي نشوف الطول اللي بغيت. ممكن لا نزيد بزاف، غادي نقص واحد شويه باش ما نضيعوش. اي دي بريسيو دابا بهذه الطريقه كنوصل الجناب ديال الضفر. غير هي الطبقه خاصها تكون رقيقه حيت مازال غادي نحطو ان اوتر جيل اللي هو مخلط مع داك الكليتر باش يعطيني هذاك اللون الزوين اللي كنقلب عليه. وهذا من لي فرانش، يعني اللي هما طوندونس دابا، ما بقاوش الناس بزاف تيمشيو فيغ الغوز سكون ابل بينك ان وايت، يعني الغوز والبيض في الفرانش، وانما ولا الكحل ولا الالوان ولا الجليتر، بزاف ديال الحويجات. الوغ كنحاول كونيكتيها كمن جناب باش يكون شاد مزيان، لحقاش من بعد غادي نحيد هاد لو شابلون وخاصو يكون صحيح. فوالا، غادي نشوف هاد الطبقة ديال ليكستونسيون ونرجعو نتلاقاو. الوغ من بعد ما نشوف هاد لو كلير سكولتر غنجي دابا غادي نحيد تو دابور هاد الكليتر باش ما نضيعوش، نستعمله من بعد. فوالا، و غادي نجي نحط دابا، نقدر نحيد هاد لو شابلون كاريمون. فوالا كيما كتشوفو، هاهو دار لينا ليكستونسيون، طول لينا الضفر، ونجيو نحطو عليه اللي بغينا من الفوق. الوغ دابا غادي نجيب واحد الجل اللي هو غوز باش ندير هاد لابارتي الفوقانية كتكون بالغوز. نقدرو نديروه بلو جيل غوز لي العادي على هاد الشكل. دونك انا عندي هنايا هاد لو توب ديال يون نيلز، جو بريفير نستعملو لهاد الفيديو هذا. غادي نجي تو سامبلومون غادي نحط هاداك سمايل لاين، غادي نقيدي لو جيل بهاد الطريقة. انا بغيت دابا نصايب غير الحاشيه تكون مزيانه. فوالا، جيب لابتيت بروس ديالي نقاد داكشي اللي خاصو يتقاد. وغادي نشفو ونتلاقاو. الو هنايا غير تبتو، دابا غادي نجي نزيد نحط فهاد لابارتي الفوقانية هنا قريب لي كيتيكول بهاد الطريقة. الا خصني لو جير كنورك على لو توب، سينو غير كنقيدي هنايا يعني كندي فين بغيت. فوالا، ونعاود نجيب البانسو ديالي ونقاد. بالنسبه للضفير ديال الصباع الكبير فتبت عليه دي ستراس ودرت عليه اون فيديو اللي هي سبيسيال كنشرح فيها كيفاش ممكن تثبتوا لي ستراس بجوج ديال الطرق باش يشدوا لكم المده ديال اكثر من شهر وما يطيحوش لكم. ما عليكم الا تضغطوا على الرابط ديال الفيديو غادي تلقاوه فوق الشاشه هنا، غادي نحطو لكم ممكن تشوفوه على خاطركم من بعد. فوالا، غادي نشوفو باش ما يسيحش ونتلاقاو.
الوغ بعد ما نشفت هاد لو روز غادي نجي دابا نخلط غادي نخلط هاد الجليتر مع الجل بيض الجل ترونسبارون اللي هو بيلد وهذا غادي نجي نهز واحد شويه بحال هكا Voilà. Ou on va le glitter. On va le faire de cette façon. Alors, on va le mettre. On va voir ce qu'on a donné. Là, خاصني le gel نزيدو, خاصني le glitter نزيدو. Là, je pense que خاصني le gel. نقصح واحد شويه نزيد نخلط مازال Voilà. ودابا غادي نجي نحطو هنا في الحاشية ونعطيه الطول اللي بغيت دونك بحال صايبنا حنا انجيل اللي هو في هذا اللون هذا نجي نحطو هنا ديما نقاد لي لا فورم دونك هنا واخا بدا غادي هاد لو غوز غادي يطلع الفوق شويه ولا ماشي مشكل لان فاش غنديروا لو ليماج فاش غنليميو ونبردو الضفر ديالنا غادي يتقاد الا لاحظتوا هاد لو جيل اللي حطيت دابا هنا ترونسبارون شفاف فهو شويه ليكيد على الاول اللي حطيت باش يساعدني انني نحركو فين بغيت دونك لو جيل ليكيد راه ماشي اللي هو شويه جاري ماشي فورسيمون صعيب ولا ما مزيانش ولا لا خاصكم غير تكونوا مدربين وتعرفوا امتى تستعملوه وكيفاش تستعملوه دونك انا هنا كيف ما كتشوفوا قلبت الضفر ديالي باش شويه هذاك داك البوين ينزل لتحت كنظن بلي صافا فوالا غادي نشفو وخايبه لكم بحال هكا الشكل ديالو راه غادي يتليما وغادي يتقاد مزيان نشوفو نتلاقاو فوالا الوغ نشفت لو جيل غادي نحيد هاد لاكلاك ونحيد هاد العجل غادي دابا مرحله ديال لو ليماج يعني غادي نبردو الضفر باش نعطيه اون بون فورم غادي نستعمل لا بونسوز باش ما نطولش عليكم بزاف لا فيديو لان شويه داك لو ليماج اللي بليد اللي بلا لين كياخذ شويه ديال الوقت دونك غادي نبدا بعدا بلا بونسوز ونكمل على لين
راه غادي نعاود نمسح الضفر ديالي، او دابا من الاحسن غادي نستعمل لابغوس لان كانت بزاف ديال الغبره. هاكا غادي نمسح مزيان طفير. ودابا واخا ما كيبان لكمش الطفير مزيان، غادي تشوفوا فاش غادي نحط له توب كوت كيفاش غادي يبلي هكا الطفير ديالنا كيبري وغادي يبان مزيان. وغادي نستعمل ان توب كوت ديال سيمي بيرمانون اللي هو ان هارد توب. نقرب لكم شويه الضفير بحال هكا باش يبان لكم. شوفوا هكا كيفاش ما كيبانش، كيبان باهت، كيبان مش التفاصيل، ولكن فاش غادي نحط له توب كوت غادي يبدا يبان طفير. سورتو الى لا بروشين فوا درت اون اوتر كولور من غير الغوز، امون افي غادي تبان كتر. نشوف هاد لو توب كوت دقيقة في لومبليد، ولا كانت عندكم لومب يوفي نشوفو جوج ديال الدقايق ونرجع معاكم. من بعد ما نشوف لو توب كوت فهو توب كوت عادي، غادي نحتاج ضروري كلينر وقطن باش نمسح هاديك لا سيرفاس، هداك السطح اللي كيكون كولون اللي كيكون كيتلصق. دونك هدا هو الطفية. كنتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، وما تنساوش تابونا في انستغرام ديال لاشين لانه بروشينمون ان شاء الله غادي نبدا معكم لي لايف سور انستغرام و بلان دوطخ شوز. تشاو تشاو.